مترو صباح الخير نسكت. حبيت نسال على المشروع في مجال الفلاحه والصيد البحري تاع الغراسه العموديه. اذا كان حد ما يعرفش معناها الدومين بعيد عليه جمله، اسكو ينجم يقدم في المشروع هذا ولا تضمنوا له اللي هو ينجح المشروع ويلقى شكون باش يروج المنتوج هذا؟ خاطرني برتكم ما نعرفش حتى الدومين نتاعي موش فلاحه جمله، مي الفكره جاتني جديده. تنجم تعطيني فكره صغيره كيفاش باش نبدا، شكون ينجم نبيع المنتوج اللي باش نصنعو؟ ميرسي. بارك الله فيك على التساؤل نتاعك. وهذه المشاريع المتجددة والناجحة يلزمنا نطوروا أساليب الإنتاج بالطريقة اللي قلنا، يلزمنا على حسب مساحات صغيرة نعملوا مردودية كبيرة. أول حاجة أنت خارجة عن نطاق معناها الاختصاص نتاعك مش فلاحة، بقى المجالات متوفرة، المجالات أول حاجة في التكوين وثاني حاجة في الإحاطة وكذلك في فكرة المشروع. اسمك هو اول حاجه هضم لي المجالات، هضم لي خاصه نمشيو في كما نقولوا طواليو عتمدوا فيها في الفراوله، في الفراوله ديزيتاج ما عادش يستغلوا في الارضيه برك، ولات ديزيتاج نتاع الانتاج نتاع الفراوله. وعملنا حتى تجربه نموذجيه على مستوى المحطنة، وتنجم تكون حتى في نباتات الزينه، نجم تكون في النباتات العطريه، نجم تكون هذا الكل كان. بقى الشيء اللي ننصح به، حاول باش احنا نشجعوك على هذا ونعملوا لك حتى دوره، نشوفوا كيفاش تعمل دوره تكوينيه اول حاجه باش تكون ملمه بالتقنيات الحديثه هذه وكذا وشيء. وعندنا المحطنه اللي ترافقك في الميدان هذا، تنجم تقدم لنا المعطيات نتاعك وفكره المشروع نتاعك والمجال اللي تحب تنتج فيه، ومرحبا بك في كل وقت. تكونوا